بعد هدوء وتيرة القصف بساعات قليلة، اعتاد السوريون على إعادة إصلاح ما أفسدته الطائرات بقصفها الهمجي على بيوتهم ومحالهم التجارية. شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيداً كبيراً في عمليات استهداف الأسواق بصورة غير مسبوقة، مما يساعد على توسيع رقعة استهداف المدنيين، وهو ما يشكل بصورة واضحة هدفاً أساسياً للغارات التي يقوم بها طيران الاحتلال الروسي. العشرة أيام عم زود هذا مشان يركعنا، نحن ما بنركع لله تعالى. لو أطرى أو أطرى الدم بنضل باقيين، يعني لو أطرى الدم وحدي ها بنضل باقيين ثابتين بإذن الله. السوق الشعبي في حي الفردوس شهد ليلة الأحد مجزرة مروعة بحق المدنيين جراء استهدافه بصاروخ أرض أرض، راح ضحيته 5 شهداء و40 جريحا بعضهم بحالة خطرة. بدك تطفشنا ما رح نطفش، بدك تقتلنا، نحن صابرين لآخر نقطة دم في دمه، نحن صابرين بإذن الله. وهنا بلاد الشام، هنا مقبرة الغزاة. أهالي حي السكري عاشوا المشهد ذاته قبل يومين عندما استهدف الطيران الروسي عيادة طبية وسط سوق شعبي، فكان معظم الشهداء من النساء والأطفال. هون في عيادة الدكتور كمان استهدف العيادة هو، وطلعنا من جوا نسوان كلهم أولاد، منهم استشهدوا منهم انجرحوا. فرق الدفاع المدني تقول بأنها في الأيام الثلاثة الماضية انتشلوا أكثر من 50 شهيدا وعشرات الجرحى جراء الغارات المتكررة على الأسواق الشعبية والأماكن المدنية في مدينة حلب. أغلب الغارات كانت مدارس، مساجد، أسواق شعبية، حتى استخدم صواريخ لأرض أرض. مجزرة الفردوس أنبيحة كانت مجزرة فظيعة جدا. وصلت الإحصائية تقريبا من أكثر من 50 شهيد بهالثلاث أيام. فرق الدفاع المدني بكل مدينة حلب استنفرت على مدى هالثلاث أيام. تمثل الأسواق الشعبية عصب الحياة في مدينة حلب التي يدفع أهلها الضريبة كاملة، فهذا الركام الذي كان مأوى لكثير من العائلات التي تهجرت بقصف الطيران الهمجي وسط صمت عالمي ودولي، وكأنهم يقولون لنظام بشار الأسد وحلفائه: اقتلوا ما شئتم من السوريين فما عليكم من رقيب. تتزايد الضربات الهمجية لنظام المقاومة والممانعة المدعومة بالطيران الروسي على الأماكن المدنية في مدينة حلب، في محاولة منهم لقتل وتدمير وتهجير المزيد من السوريين، والعالم الحيران يقف متفرجا على المجازر الحاصلة. باسل أبو حمزة لأخبار حلب اليوم، حلب.